وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة كانت تحتاج لتوفير من 7 إلى 10 ملايين فرصة عمل سنويا على مدار العشر سنوات الماضية. كما أكد الرئيس أن الدولة عملت على توفير فرص عمل لمجابهة البطالة في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة البطالة إلى 6.5%. كان عندنا برضو أزمة تانية، كانت أزمة البطالة، وكانت نسب البطالة عندنا عالية، وأنا بحطها قدام كل اللي بيسمعني دلوقتي وبقول لو تتصوروا إن إحنا حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات أو من المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من بين 700-800 ألف للمليون، فلو كلمنا في 10 إحنا بنتكلم محتاجين نوفر يعني من 7 لـ 8 لـ 10 مليون فرصة عمل سنويا، يعني 700 ألف مليون فرصة عمل سنويا على مدار 10 سنين اللي فاتوا. أنا بتكلم على الحلول المتوازية والمتكاملة والمزج بينها، عشان نقول في الآخر وإحنا في 2011 كان عددنا تقريبا 80 مليون والنهاردة إحنا عددنا 106 مليون. لكن بالرغم من ده احنا واصلين لنسبة البطالة 7%، 6.5. الدكتور مصطفى كمان بيفرحني اكتر، 6.5%. ده معناه ايه؟ معناه ان الاستهداف ومجابهة التحدي بتاع نمو السكان الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة احنا اشتغلنا عليه بشكل كويس جدا في اطار اقامة البنية الاساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة اللي كانت فيها البنية مش متواضعة، لا كانت بنية أساسية متخلفة. يعني إذا كنا بنتكلم النهاردة ترتيبنا 22، أنا مش عايز أقول في الوقت ده كان ترتيبنا كام على العالم. فده أمر بحط يعني بنضيفه لحضراتكم على إن الجهد اللي عملته الدولة المصرية وحركتها، لأن كتير مننا وده نقطة أخرى هتكلم فيها، يتصوروا أن الأزمة الاقتصادية فقط هو عنوان محل الاهتمام فقط وبيخلي كثير مننا يتجاوز حجم الجهد وحجم النجاح وحجم الإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية.